بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض محشي ورق العنب. طبعا اكيد كله عارف طريقه المحشي، بس احنا هنعمله النهارده بطريقه سهله جدا، اللي هي ايه. انا عندي اولا المقادير معايا كزبره، معايا كزبره وبقدونس وشبت، حزمة من كل واحدة، يعني ربطة شبت، ربطة بقدونس، ربطة كزبرة. كل ما كانت الخضرة كتيرة في المحشي كل ما كان طعمها أحلى. ومعايا هنا طماطم، الطماطم بتاع المحشي ما بصفيهاش، ما بخليها زي ما هي كده، بخلطها في الخلاط واسيبها زي ما هي بالقشر بتاعها. وعندي حوالي كوب ونص اللي هو المج بتاع الشاي، حوالي كوب ونص من الرز، لان هعمل نص كيلو ورق عنب. المحشي ورق العنب ما بياخدش رز كتير، كل ما لو اديت له رز كتير بيبقى طعمه مش حلو، ما بتحسيش بطعم المحشي هي كده، بطعم الورق بتاع العنب. وعندي هنا بصلتين كبار، فرماهم مع توم في الكبة، حط عليهم رشة فلفل اسود. وعندي التوابل، البهارات عندي معلقة مليانة من الفلفل الاسود والكزبرة الناشفة والكمون، دول اساسيين في المحشي. عايزة تزودي انتي بابريكا حطي نص معلقة، عايزة تزودي بهارات 7 عندك حطي معلقة برضو، مش عندي ما عندكيش خلاص. وعندي الملح حسب الرغبة. عندي التوم ده هشوحه مع عندي ريش ضاني او لحمه ضاني، او مش عايزه تحطي لحمه ضاني ما تحطيش، عايزه تحطي لحمه بقى، لحمه اي نوع لحمه عندك حابه تحطيه، عايزه تحطي فراخ حطي، بس بيعمل طعم، بتفرشاه في الارضيه بتاع المحشي كده زي ما هنشوف مع بعض، بيدي طعم وريحه للمحشي فظيعه. هنشوح اللحمه الضاني دي الاول قبل ما نعمل الخلطه كلها. عايزه تعمليها نيه في نيه، عايزه تسبكيها سبكيها، عايزه تحطي المكونات دي كلها مع بعض وحطيها، بس انا هديها تشويحه كده على للسمنه للبصله، وهبدا احط معاها المكونات التانية. نشوف مع بعضنا دلوقتي. عندي اللحمه الضاني دي لازم انا غسلها كويس ومنضفاها عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره، وغسلها عايزه تغسليها بالخل كمان عشان تضمن الزفاره اغسليها، بس انا اضمن ان هي لحمه كويسه. هحطها على البوتاجاز هنشوف دلوقتي، واشوح معاها البصل، اشوح معاها الثوم، واديها رشه حبهان وحبوب حبهان وورق لورا وشويه من التوابل. وعندي ورق العنب نسيت اوريه لكم، اللي هو ده انا ورق عنب معلب. عندي انا دايما بستخدم الفريش، بس انا مش متاح لدي دلوقتي غير الايه، مش متاح عندي غير ورق العنب اللي هو المعلب ده، اللي هو اسمه رنا هنا، ده هو ده لسه كنت حاطاه في الثلاجه، لسه مطلعاه. هنجربه مع بعضنا، هنديله برده سلقه ونسلقه، هنحط عليه ليمون. في ناس بتحب تحط في الخلطه بتاع ورق العنب، تحط تحبه مزز، تعصر عليها ليمون، او تحط دبس رمان او صويا صوص، معلقه صويا صوص، معلقه دبس رمان، زي ما تحبي، بس انا ما بحبش احط فيها الحاجات دي. هنشوف دلوقتي مع بعض هنعمل ايه، وان شاء الله الطريقه تعجبكم باذن الله. هنا على النار يا حبيبه الطاسه، واحط فيها ايه، زبده، ولازم احط معاها رشه زيت كده عشان ايه، عشان الزبده ما تتحرقش، اخليها يعني تسخن. بعد كده هشوح فيها ايه، انزل بالبهارات اللي معايا دي، تمام كده، انزل بالريش، لازم نرجعها تسخين. ننزل معاهم بالايه، بالتومه، 2 3 فص تومه، حبهان، فلفل، فلفل اسود، وبهارات، بهارات مفصله، وورق لورا. هشوحهم، بشوح فيهم كده لحد ما لونهم يتغير، بحس ان هي اخدت لون، وبعد كده ايه هرجع لكم. هنشوح فيهم كتير،
حد اللون الاحمر ده ما يروح مع التوابل، مع البصل، مع الثوم. هنا الريش بتتشوح ان شاء الله تبارك الله، بشوحها اهي خدت لون، وهدي عليها النار عشان هي تاخد سوا شويه، يعني تستوي صح، ما تاخدش وقت معايا في ال، انا كده كده هحطها تحت ال، تحت الورق العنب، وهرص فوقيها اكيد هتستوي بسرعه، انها مش بتاخد، بس انا بديها ايه عشان اللون الاحمر اللي فيها ده، واي متبقاش نيه كده، يعني بتاخد من التوابل ومن الثوم من كل ده. وعندي كمان ميه بتغلي اهي، عندي ميه بتغلي اهي، احط فيها، بس البخار طلع عليا، انا اللي هحط فيها، حاطه فيها كمون وزيت، واحط فيها شرايح الليمون اللي وريتها لكم في البدايه، وحاطه ملح. وعندي ورق العنب اهو، ورق العنب حطاه في ميه، ميه من الحنفيه خالص اهي، ولا مغليه ولا حاجه، ونضفته وغسلته حلو من المواد الحافظه، وهاخد منه كده وهنزل على الميه المغليه، وهسيبه كل ما احط شويه، هسيبهم حوالي كام، 5 دقايق كده، من 5 ل3 دقايق كده، عشان شكله هو عايز ياخد غلوه كويسه يعني. الميه بس انتوا مش هتسيبوا معايا عشان البخار، البخار طالع كده، واحط الليمون عشان انا ايه هجيب شرايح الليمون احطها عليه. انا عندي ال مكان الريش، هجيب الخلطه بتاع المحشي احطها، يعني عشان اخد من طعمها والريحه بتاعتها الحلوه دي اللي طالعه، النكهه بتاعتها. هحط الخلطه، هحط البصل، هنشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص اتشوحت واخدت لون كويس. عندي الطاجن هنا عشان انا هعمل ورق عنب شويه في حله وجزء في الطاجن. الطاجن ده بالفخار بيخلي الحاجه طبعا منها تحفه تحفه. هاخد ال الريش كده بالحبهان، بالورق اللور، بالثوم، بكل اللي فيها، لا الا الزبده، يعني مش هاخد الزبده كلها، يعني ممكن اشوف الزبده لان ايه هعمل فيها الخلطه بتاعت المحشي كده. هزود على الزبدة دي شوية زيت، وهنزل عليها بالبصل بتاع المحشي، وهنا اهي ادي الطاجن مع ال، هظبطهم وهنزل لما الف الورق، هنزل عليه بقى بال، هنا هرص الورق هنا فوق الريش. مكان الريش نزلت بالبصله، اديتها تشويحة، بصل كبير اهو معايا، هنزل بكل البهارات اللي انا قلت لكم عليها في الاول دي، هنزل بيها كلها. الحته دي تطلع الحته كده، الحته هتطلع اول ما بتحط البهارات مع البصل على النار، هتبقى الحته هتطلع. الله على الريحه، الله الله، ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. وننزل بالطماطم، لو الطماطم عندك مش حمرا حطي معلقتين صلصة، نسيبهم يستبكوا، مش يستبكوا يعني، ياخدوا غلوه كده مع بعض. وبعد كده ايه، انا غسلت الرز وظبطته، هنزل بيه وبالخضره، هنزل بالرز الاول، وبعد ما احط الرز شويه عشان ما احضرش تسبيكه مش بتخليها يعني، شايفين ما شاء الله، عشان انا حطيت زبده وحطيت زودت زيت تاني لمعه حلوه ازاي، ممكن احط لها معلقه صلصه عشان تبقى حمرا شويه. هاكل واجيب مع
كده خلاص هطفي النار. انا بحب الخضار كده. شكل الخلطة اهي بعد ما خلصتها ما شاء الله مظبوطة وشكلها بيلمح كده، لان انا حط لها لو ما لمعتش معاكي ومش حط لها زيت كفاية ولا زبدة كفاية او سمنة او اللي انت بتطبخي بيه، حطي لها بعد ما تخلص حطي لها شوية زيت عشان صابع المحشي كده يطلع معاكي وهو بيلمع. وهنا الورق بتاع العنب اهو بعد ما خلاص خلصته وسلقته ابدأ الفه، وهنا عند الريش هلف ايه عليها في الطاجن ده، وبعد كده ايه هرجع لكم يا جماعة هوريكم خلصنا وعملنا ايه. طبعا وانت بتلفي كده الورقة تمسكي لو فيها، بس دي هنا مفيهاش شيء مفيهاش دي، طبعا ده للبنات اللي هي لسه مبتدئة او لسه بتتعلم. انا عارفة ان في ستات كتيرة عارفة الكلام ده. هنا ده بتشيليها بالسكينة او بالمقص زي ما تحبي، تفردي الورقة كده بس عشان انا اللي بصور نفسي، تيجي عليها بشوية لا دي فيها، تيجي عليها بشوية الخلطة رز من الرز ده يعني كده 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 كله عارف طبعا، بس انا ايه لو في حد لسه مبتدئ ما بيعرفش. تمشي كده بقى تمشي لازم انت تطلعي الصبح كده بتاع المحشي ماسك نفسه، وتكون لما كل الاطراف بتاعته كده، بس انا عشان بعمل بايد واحد لما كل الاطراف وتظبطيه وتجيبيه هنا كده تحته، ما يبقاش طالع من هنا ومن هنا ومن هنا، يكون شكله متساوي. انا بايد واحده اهو سويته، بس انا لسه هلفه كويس وارجع لكم تاني. هنا انا خلصت لفيت منه الطاجن ده، مش الكميه كلها، انا عندي حله تانية احطها ارفعها على النار، بس اللي انا احطه في الفرن ده لازم انا هياخد يعني مده اطول من اللي على النار. فانا هنا اهو خلصته، شايفين ازاي ما شاء الله، شايفين الصباع ولا طالع منه حته كده ولا كده، كله مساوي، لان في الاكل دايما العين زي ما بيقول المثل العين بتاكل قبل البق، العين بتاكل قبل البق، يعني ايه تخليكي كده منظمه والحاجه بتاعتك منظمه وحلوه، مش رز طالع كده والصباع طالع منه حته كده وطالع، لا كله اهو كله ما شاء الله مش ملان رز عشان ما يفكش منك وما تعرفيش تلميه، هو كده كويس. وعندي هنا عشان ده احطه في الفرن احط له شوربه مش هملاها على اخر عشان ما يسيحش ويبهدل الدنيا في الفرن، واغطيه بالورق الايه ورق الفويل ده، شايفين الشوربه ازاي اهي، الشوربه دي عندي فيها ملح وفيها كل شيء، يعني ايه فيها ملح وحبهان طبعا زي عندي شوربه، ما عندكش شوربه طالما حاطه فراخ او لحمه، انا حاطه لحمه ضاني هنا برضو، حاطه لحمه ضاني حاطه لحمه عاديه لحم اي لون لحوم اي فراخ حطها في من تحت، حطي كده ايه حطي ميه، ممكن تحطي ميه عادي طالما انت حاطه في نوع لحوم تحت، وانت ما عندكش مثلا مش حاطه لحوم ما عندكش شوربه، في ناس بتستعمل اللي هي المرقه ماجي دي، كنت تحطي مكعب على كوبايه ميه، بس الاصح يكون عندك شوربه يعني. ازاي كده عشان كل الشوربه تنزل فينا، طبعا مش هملاه شوربه، شايفين حتى التوابل في اخر الشوربه، توابل بهارات وملح ومظبطه، وطبعا الورق انا كنت سلقاه في ملح وكمون هو لسه هيغلي وهيرتفع، وطبعا من النار بتاعه الفرن هيستوي من فوق ومن تحت، انا هفتح له من تحت على مش درجه حراره عاليه لا على 180 متوسطه، خليه وسط وهغطيه ده وادخله، وبعد كده هوريكم النتيجه في الاخر ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين ده اللي كان في الفرن، روعة روعة روعة. تاني حاجة شايفين بس هو سخن، ورق دايب وحلو ولا بيشد وماسك نفسه، كل صباع ماسك نفسه مفكش، شايفين ازاي ولا فك ولا اسود، لا هو ده اللي واخد وش بس من الفرن، واخد وش من كان عليه الفويل وانا رفعته يعني الحراج يعني اللي تحت هنا اهو، شايفين ولا اسود ولا اي حاجة، ولا كبسته بطبق كده عشان ما يفكش ما يعملش، لا ما شاء الله الطعم والريحه روعه روعه. بالطريقه دي ان شاء الله هيعجبكم، وانا هستنى عليه بس لما يهدى لحظه واروح قلبه عشان اوريه لكم من تحت،
شايفين الصباع عامل ازاي؟ شايفين؟ طعمه جميل ولامع. مش نشوف.